بابا. رحت لك اوضتك ما لقيتكش، بتعمل ايه؟ مستنيك، عايزك في موضوع مهم. طلعت امي ليه يا ابا؟ عشان البيوت بتعمر بالقلوب الصافية يا عزمي. امك قلبها مش صافي ومش عايز يصفى، بالعكس كل زمن ما بيمر عليه بيتعكر اكتر واكتر. انا خلاص ما عدتش طايق. وانت لسه واخد بالك النهارده؟ اه عندك حق، كان لازم اطلقها من زمان، بس انا كنت بصبر نفسي واقول معلش دم الواد برضه، لكن خلاص الكيل طفح. رجعها يا ابو، امي ملهاش غيرنا. يا عملها الراضي تمشي بيه لما نشوفها توصل لايه. ولو قلت لك انها هترجع؟ اتجننت يا قد، مش هترجع. عزمي، لو في حرمة عملت معاك اللي امك عملته مع ابوك، كنت عملت معاها ايه؟ ادفنها وهي واقفة. يبقى تشكرني عشان انا طلقتها، بس لو حد غيري كان دبحها. طب خليها تبقى الليلة دي، مش هينفع تمشي في رصاص الليالي، مش دي الأصول ولا إيه يا معلم؟ حاضر، عشان خاطرك، بس ما تهوبش بره الأوضة. استغفر الله العظيم.